أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالمتابعين بتوع جريدة الوطن. تحياتي للجميع وتحياتي لمصر تما، كبير وصغير. أنا الحمد لله أنا متعلم، بس يعني واخد إعدادية، بس هي ظروف إن أنا ما خلتنيش إن أنا أكمل تعليمي رغم إن أنا كنت شاطر جدا. الحمد لله بشكر الجمهور المصري، بشكر الشعب المصري على التفاعل بتاعه الجميل، التفاعل اللي يشرح القلب، التفاعل اللي هو خلى روح المعنوية أنا مش مصدق اللي أنا فيه. ثانيا بشكر الدولي، بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكر السيد وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع. الحمد لله ادوني قرض، عشان اول حاجه ادتني جناح وعدتني الحمد لله بجناح، وخلاص اكدوا عليه جناح الجناح فين؟ في المعرض بتاع تراثنا اللي هيقام باذن الله الشهر المقبل يوم 9/10. تمام، الحمد لله يعني مشكوره، ومشكوره الدوله، ومشكورين المسؤولين. تواصلت مع الجهاز تنميه المشروعات الصغيره بقنا، الحمد لله بناء عن تعليمات السيده الوزيره اللي تشكر وبارك الله فيها اللي بسط لنا، والحمد لله يعني تشكر بصراحه وربنا يجزاها خير. وعدوني انهم ان شاء الله هيعملوا لي مصنع باذن الله في المصانع الصغيره عندنا بنجاح حمادي. وعدوني انهم ان شاء الله اديتك ادوك قرض. ادوني قرض، ادوني قرض وسهلوا الاجراءات والحمد لله.